كيروز للأفلام تفخر بأن تقدم لكم المطرب العاطفي الكبير محرم فؤاد في القصة الواقعية ولدت من جديد. ولدت من جديد قصة فنان عاش لفنه وجمهوره. ولدت من جديد قصة فنان أحب الحياة أنشودة هوى ينشدها على أوتار قلب حنون لتبقى خالدة في قلوب الملايين. ولدت من جديد فيه أروع ما غنى المطرب العاطفي الكبير محرم فؤاد. ولدت من جديد قوي في موضوعه، رائع في تمثيله، عظيم في إخراجه. ولدت من جديد نغمة خالدة ستبقى في ذاكرة الملايين. ولدت من جديد القصة الواقعية النابعة من صميم الحياة والواقع والتي ستعيشون فيها بقلوبكم مع محرم فؤاد. ولدت من جديد قفزة جبارة للسينما العربية. ولدت من جديد سيدهشكم بموضوعه ويثيركم بحوادثه. ولدت من جديد يتألق فيه نخبة نجوم السينما العربية وعلى رأسهم النجم الضاحك عبد السلام النابلسي والفاتنة الساحرة نزهة يونس بالاشتراك مع الممثلة القديرة نادية حمدي، حسن المليجي، محمد شامل، ميادة، ملك سكر، أطقوطة، لطفي زيني وعدد كبير من نجوم السينما والتلفزيون. ولدت من جديد أقوى أفلام الموسم. ولدت من جديد مدير التصوير إبراهيم شمات، سيناريو وحوار محمود نصير، إخراج سيد طنطاوي، التوزيع لجميع أنحاء العالم أنطوان كيروز بيروت. ولدت من جديد.